مرة أخرى لصالح نادي العربي. طارق بيلعب كرة بطريقة رائعة، طارق يقدم مستوى خيالي، ولكن يا سلام على التغطية من جاسم المريخي أو هذا اللاعب عبد الرحمن محمد رجب. كرة تلعب خلدون، خلدون جول، جول من ثاني محاولة. نادي العربي يسجل، خلدون إسماعيل يسجل لصالح نادي العربي. الله على نادي العربي عندما استفاق في آخر خمس أو أربع دقائق استطاع الحصول. شوف شوف من البداية، من البداية كان بالإمكان نادي العربي أن يلعب بمثل هذه الطريقة. يا السلام على طارق بطريقة رائعة ولعب الكرة بطريقة أروع، ولكن عبد الرحمن رفض الأولى، وطارق بأسست رائع، طارق بأسست رائع يسجل. طارق أو خلدون إسماعيل بطريقة رائعة يسجل نادي العربي أول أهداف اللقاء. هذه صعبة على بابا جبريل، هذه صعبة على بابا جبريل في الدقيقة 5. لا شك ما ذكرنا نادي العربي لن يستطيع الانتصار بالخماسية الذي اعتاد عليها في آخر ثلاثة لقاءات. كرة تلعب الأمام خطيرة، جول، أوه نادي العربي سيعاني في آخر عشر دقائق، نادي العربي سيعاني في آخر عشر دقائق، ونادي الخور يعدل النتيجة بهدف مقابل هدف بطريقة رائعة. شوف شوف الإعادة، شوف التمريرة، شوف التمريرة، يا سلام يا سلام على التمريرة السابقة من اللاعب صلاح اليهري لموفق عوض ليمرر الكرة لأحمد حسن المهندي ليسجل من خلالها هدف التعديل في آخر عشر دقائق. نادي العربي كما ذكرت سيعاني، تغيير أول اضطراري، تغيير ثاني اضطراري، إلى الآن تغييرين اضطراريين. ونادي العربي حب يوسف إدريس المناعي متوهق، متوهق يوسف إدريس، بينما الكرة تلعب الآن سريعة، سريعة لصالح نادي الخور. أوه 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 على نادي الخور. شوف يوسف إدريس ونادي الخور يسجل هدف الانتصار بطريقة رائعة، جحفلة جحفلة يسجل من خلالها نادي الخور. شوف شوف يا الله يا الله، ياهو سيناريو، ياهو سيناريو صعب، ياهو سيناريو كبير. أحمد المهندي بيسجل هدفين بعد إضاعة العديد من الفرص. شوف يا السلام على ضربة مرمى خيالية يوسف إدريس، يوسف إدريس منه قال أن مالي معنى، منه قال أن مالي معنى عند الوقوف في حراسة المرمى لتعويض لتعويض حراسة المرمى بدلا من بابا جبريل، وهذا أسرع هدف. يا الله على يوسف إدريس، شوف شوف الفرحة لنادي الخور. سيناريو قوي، سيناريو صعب، سيناريو خيالي. الله على كرة